اللي كان هو يتكلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد احمد الله سبحانه وتعالى جمعنا في هذا المكان واساله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذا المكان ان يجمعنا في الفردوس الاعلى من الجنه اخواننا يعني الكلمة الله أعلم تكون في قول الله سبحانه وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين قل الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم هذه سبيلي السبيل والطريق الموصل إلى الله سبحانه وتعالى طريق واحد وهو طريق النبي صلى الله عليه وسلم فكان عليه الصحابة رضي الله عنهم والسلف الصالح والطريق الموصل إلى الله سبحانه وتعالى هو طريق واحد وعادة الطريق المستقيم هو الذي يعني يكون أقرب طريق الحق سبحان الله الحق طريق واحد ويكون مستقيم الباطل لا يمكن أن تجد أحد من أهل الباطل يمشي على الطريق المستقيم لابد يأتي شيء عن اليمين وعن اليسار ولهذا قال عندما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في استراق السمع قال سفيان رحمه الله يقول فوصفه سفيان يترادفون الآن لسماع الكلمة للسماء فقال فوصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه لماذا يعني الآن عند استراق السمع هؤلاء يعني ما يصعد في خط مستقيم لماذا؟ أطلب لماذا؟ لأنه على الباطل سبحان الله الباطل ما يمكن يكون مستقيم ولهذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعني يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل وصف البيان في التبليغ وضع خط مستقيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه لهذا يعني اليوم يقال عندنا كن سلفيا على الجادة يعني حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان عليه الصلاة والسلام جاد في هذا الأمر ما عرف عليه الصلاة والسلام يعني لا الراحة ولا هذه الأمور الدنيا وعلى هذا سار السلف منهم مثلا يعني شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى كل حياه شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى كلها جد واجتهاد لم يصنع قط في مجلس من مجالس شيخ الاسلام رحمه الله تعالى غيبه او نميمه او حديث عن الدنيا كان الرجل اذا جاء الى مجلس من مجالس شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى يقول اذا جاء يتذكر الاخره دخل المجلس يتذكر الآخرة يعني ينسى الدنيا قل هذه سبيلي أدعو إلى من؟ قال إلى الله إذا هذا هو الشرط الأول من شروط الدعوة الإخلاص يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى من كثير من الناس لو دعا فهو يدعو لنفسه حتى يقال عنه داعي ويكتب وكذا صحيح ومعروف هذا وتتسمع الآن يعني أحيانا وترى الله المستعان يعني ترى من يكتب أنه مثلا العالم العلامة كذا كذا هو يكتب لنفسه هذا الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى مفتي المملكة يقال الله أعلم أنه يوم من الأيام لديه يعني إشكال كان والله في دورة المياه واتصل قال المن لديه في المكتب اتصل على فلان
فقال اللي يعمل في السباق فاتصل عليه رد هذا في المحل فرد قال الله يرضى عنك يا فلان تجيني اليوم البيت وتصلح لي السباك. قلت من؟ قال انا محمد. قال من محمد؟ قال محمد ابراهيم. قال ما عندهم؟ قال يا شيخ محمد 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 ابراهيم. قال ما عرفته؟ قال محمد بن ابراهيم. قال تقول من؟ اطلق الهاتف. قال اللي يقال عني مفتي. قال يا شيخ بن عثيمين رحمه الله في التسجيل نوع الدور قال فضيلة الشيخ قال تعيد التسجيل ألغي كذا. هؤلاء يا اخوانا ما أرادوا ما أرادوا هذا، ما أرادوا المدح. كانت الدعوة لله، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. والله اخوانا لو أسأل أي واحد منكم الآن هل عندنا يوجد صورة واحدة مثلا للشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى ولحيته السوداء؟ لا، ما أحد عرف الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى إلا بعده صارت لحيته كلها بيضاء. كان الشيخ بن عثيمين رحمه الله يدرس طالب أو طالبين 25 سنة قرابة 25 سنة وما عرفوا أحد، عرف بعد أن صارت لحيته بيضاء. هل تغير الدرس من طالبين إلى 2000؟ لا، تقول الطريقة واحد، الجهد واحد، الكلام واحد. دليل على ماذا؟ إخلاص. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله لا إلى غيره. على بصيرة، سبحان الله، كلمة واحدة على بصيرة. هذه الكلمة فيها كم شرط من شروط الدعوة؟ 3: علم شرعي، والحكمة، ومعرفة حال المدعو. لأن عندنا شروط الدعوة 5 ذكرت في الآية سبحان الله: الإخلاص، والعلم الشرعي، والحكمة، ومعرفة حال المدعو، والصبر. كلها في هذه الآية على بصيرة 3 شروط. نعم، إذا لابد من العلم. لكن إخواننا، يعني هل معنى هذا أننا لا ندعو إلى الله إلا بعد مثلا أن تأخذ شهادة أو كذا؟ الذي تثق منه 100% لا تشك فيه 1% ولا طرفة عين، هذا لابد تدعو إليه. تشك 1% لا تتكلم. الفتوى لأهل العلم، كبار العلماء، إفتاء، محاكم، هم لديهم الفتوى والحكم. أما نحن الآن لماذا لا ندعو إلى الله أخوانا؟ هل نشك في التوحيد؟ لا طبعا، نشك في التوحيد كافر. إذا لماذا لا ندعو للتوحيد؟ لماذا لا نعلم الناس الشيء الذي تثق منه؟ يا أخي علموا غيرك ولا تشك فيه، لا تتكلم. إذا هذا معنى على بصيرة. طيب، وعلى بصيرة قلنا العلم الشرعي. الثاني معرفة حال المدعو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، يهود، نصارى، لديهم كتب منزلة من السماء، توراة، إنجيل، لديهم حجج، لديهم شبهات، علم، ماذا تصنع؟ ناظرهم، ناقشهم، تكلم عليهم، أذكر ما هم عليه من ضلال وكذا؟ لا. قال: ليكن أول ما تدعون إليه شهادة أن لا إله إلا الله، توحيد أول شيء في الدعوة. وأسهل طريقة في دعوة الكفار، في دعوة الخوارج، في دعوة أهل الضلال، التوحيد. ليكن أول ما تدعون إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإن هم أطاعوك. سبحان الله، يعني معنى هذا انه يبقى معهم ما يتركهم، صح؟ اي نعم، يعني الدعوه ليست مثل ما يقول بعض الناس، يعني يبغى يروح افريقيا مثلا ابو يوم يومين ما يصلح. الان دخل يريد تعلم، لو تتركه الشغل الان ادخلته وما يصنع شيء. والله التقينا ببعض الطلاب
في الجامعة الإسلامية. هؤلاء يعني من الأقليات في أفريقيا، يعني الدول اللي فيها أقليات في المسلمين مثلا 1% أحيانا 0.5%، عرفت؟ فهؤلاء اجتمعنا التقينا بهم. وهذا الأخ اللي يعني دعاني لهذا الاجتماع بهؤلاء الشباب أراد يعني ترى أني أرى هذه المسألة. قال لي الأول، قال أنت متى أسلمت؟ قال أنا أسلمت قبل 10 سنوات. قال عندما أسلمت متى بدأت تصلي؟ واحد منهم قال بعد 3 سنوات، واحد قال بعد 5 سنوات، أقل واحد والله قال لي بعد سنة بدأت أصلي. السبب الذي كان سبب في إسلامي أخو شغيل، أخو شغيل ما يصلي، هذا صلى قبله وهذا كان سبب في إسلامي. لذلك إخواننا يعني البعض أظن أن الدعوة يعني لا تحتاج إلى صبر، لا تحتاج إلى جهد، إلى بقاء. عندنا بعض الدكاترة منهم الشيخ حافظ الله الشيخ محمد بخيت الحجيري، الشيخ محمد بخيت يبقى شهر كامل في المنطقة ويضع طالب في المنطقة ويعطيك كفالة سنة يبقى في المنطقة إمام ومعلم له حتى تبقى المنطقة ما ترجع إلى الكوفة. معرفة حال المدعو لابد. ثم الحكمة في الدعوة، يعني الآن عندنا بعض الناس يعني لا يعرف كيف يعني يبدأ، ماذا يخاطب الكافر، كيف يخاطب هذا، إيش يقدم، إيش يؤخر، قد يفسد أحيانا. أضحك ابن مزاحم رحمه الله جاء إليه نصراني وقال يا إمام إني أحب الإسلام وأحب الخمر، يعني ما الذي يمنع من الدخول في الإسلام؟ حب الخمر، لا يعرف أنه أسلم. لو أسلم يمنع من الخمر. فقال له الضحاك أسلم وإن شئت أشرب الخمر إن شئت. فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، قصدك انتهى الإشكال. فقال له الضحاك رحمه الله، قال أنت الآن مسلم، رجعت عن الدين قتلناك وشربت الخمر وجلدناك. بعض الكفار اليوم يمنع من الدخول في الاسلام الختان، انه خاطب الختان وكذا وكذا وكذا، وتعرف من يخاطبك بالختان؟ من قال لك انه يجب عليك الختان؟ يعني الان مسلم غير مختتن احسن من قبل مختتن، صحيح؟ اي نعم. المراه الشيخ بن عثيمين رحمه الله يقول هذا، يقول ما تخاطب المرأة الكافرة عن الحجاب أصلا، يقول إذا أسلم شرح رأسه. هذا أيضا من الحكمة في الدعوة، ليس معنى هذا أننا نداهم، لا، لكن تسير. ما هي الحكمة؟ الحكمة هي السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أي نعم. فبعض الناس عندما تقول بحكمة هو يفهم الحكمة يعني ترك الدين، لا، حكمة يعني وسطية، الوسطية التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة، في التعامل، في كذا. إذا أخواننا يعني سبحان الله، آية واحدة جمعت شروط الدعوة الخمسة: الإخلاص، العلم الشرعي، معرفة حال المدعو، الحكمة، الصبر، لابد يصبر. بعض الناس يعني سبحان الله يتعرض لموقف بسيط يمكن ترك الدعوة ورجع. تعرف ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن بدأ دعوة الناس، حصل ما حصل، هذه لم تصد النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الطريق، ظل عليه الصلاة والسلام إلى أن توفاه الله ويجعل الله. فبعض الدعاة يظن أن الدعوة إلى الله هذا الطريق مفروش يعني بالورود وطريق ما شاء الله، ولا يدري أن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام شاروا هذا الطريق ولحقوا ما لحقهم من هذا. ثم يعني الناس الآن إذا رأوا منك الصبر، حسن الخلق، هذا يؤثر فيهم إخواننا. هنا إذا كان طالب علم لا يصبر، طالب علم ليس لديه حسن خلق، إذا من الذي لديه؟ كيف نتعلم نحن الآن إخواننا؟
هذه المسائل مهمة جدا نتربى. اليوم كنا نتكلم عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، بعض الناس يظن السيرة قصص، يعني نسمع حكايات. سبحان الله، هذا الذي يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم لابد من تدبر، تتعلم وتعمل وتدعو وتصبر على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الآن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في عندما أراد أن يكتب في السيرة كتب في السيرة، لكن بدأ يذكر الفوائد المستنبطة من السيرة النبوية. هذا مطلوب الآن، مطلوب منا ننظر إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم كنا نتكلم عن مسألة مثلا خوارج العصر، يعني في القتال، في الجهاد، في كذا، هذه المسائل. طيب، منذ أن بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالجهاد إلى أن توفاه الله، كم عدد القتلى؟ من يعرف؟ تقريبا بعض العلماء يقول ما تجاوز الألف منذ أن بعث إلى أن توفاه الله. نعم، الألف رجل في ثانية في الحرب العالمية، هؤلاء يمكن أقتل أكثر من ألف في ثانية، لم يقتل، لم يسجل في القتلى مرة، طفل واحد لم يسجل، هذا لم يسجل، مريض، أعمى، عابد، لم يسجل هذا في القتلى. اليوم أنت تسمع وترى بعينك، يعني أول من يقتل هؤلاء الصغار والنساء، وتسمع يعني هو، هل هؤلاء عرفوا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. قال ولا تقتلوا وليدا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا عن جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله. هذا الأول، لابد يتقي الله سبحانه وتعالى هذا الأمير. طيب إذا كان هو لا يعرف التقوى، إذا معنى هذا أنه بقية الجيش باب أولى. أخوانا، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كان السلف الصالح يلقن الأولاد سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. واليوم عندنا بعض الشباب من الغاية يظن أن السيرة قصص، ولهذا يعني عندنا بعض الأشرطة التي يعني الآن انتشر وكذا. لماذا انتشرت؟ إن فيها قصص وكلام وكذا. لابد نقف عند هذه المسائل، نقف عند كذا آثار النبي صلى الله عليه وسلم. يعني بعض الآن يقول لابد، أين الآثار النبي صلى الله عليه وسلم؟ إيش تريد بالآثار؟ أي آثار تريد؟ عندنا آثار تعبد النبي صلى الله عليه وسلم بها. مثاله وقف في عرفة، نعم وقفتها هنا وعرف كلها موقف، نعم هذا غرض النبي صلى الله عليه وسلم من هذا التعبد. أما بعض الأماكن مثل الشجرة التي بايع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة عندها أهل بيعة الرضوان، الشجرة هذه فقاها عمر، إذا ما يمكن نتبرك بهذا المكان. هذا ليست من الآثار المقصودة بالتعبد، بل هذا من البدع، بل قد يصل إلى الشرك، بل يصل إلى الشرك الأكبر، نسأل العافية والسلامة. إذا لابد ننظر هذه الأمور في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما أردت، والله أعلم إخوانا، يعني أنا مضطر للكلام لأن صاحب الاستراحة الشيخ يعني أصر أن ألقي كلمة، ولكن ما كان لي أن ألقي كلمة، هناك من هو أعلم مني بحق، يعني أنا لست بعالم. أنا والله إخواننا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني طويل العلم، لكن قد أتكلم أحيانا المفضول في حضور من هو أفضل منه، قد يصح. والدليل أن الهدهد تكلم في مجلس سليمان عليه الصلاة والسلام، أعتبر هذه الكلمة من هذا القبيل، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لي ولكم، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، جزاكم الله خير. أعطيني أنا أقرأ بس كل شيء، هات أنا بس. وأن بعض الشباب يعني سبحان الله، يعني تجد أثر طلب العلم عليه في جلوسه، في كلامه، يعني الصمت، وهذا يسمي أهل السنة شعار. أهل السنة لهم شعار، ما هو شعار، يعني في أشياء مجرد تنظر الإنسان تعرف أنه هو من أهل السنة، نحسبه كذلك، الله حسيب ولا زكاة الله أحد.
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أداء الصلوات الجمع الجماعات، صحيح؟ نعم، هذا نسميه شعار عند أهل السنة والجماعة. هذا الطالب جزاه الله خير هو الشيخ، يعني عندما يكتب ما يستطيع يكتب السؤال. ليش؟ الخطأ يكتب سؤال مباشر، لابد يقدم مقدمة. أبو هريرة رضي الله عنه يعني لما يتخرج من الجامعات، صحيح؟ عندنا كلية أنا نسميها درس الآن قبل أن يخرج للعمل، لابد يسموه عندنا دبلوم تربوي للمدرس. فأبو هريرة رضي الله عنه تخرج من جامعة النبي صلى الله عليه وسلم، أراد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، ما استطاع، لابد يقدم مقدمة. ماذا قال؟ قال بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة، ما تقول؟ يعني أفتك بأقدم أمرك، مقدم. المسيء في صلاة، هذا مسيء في صلاة، صح؟ لكن عندما أراد أن يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، عرف كيف يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. نقول: الله هو الذي بعثك، وأنت مبلغ عن الله حق، وأنا أريد أتبع الحق، علمني. كان مذنب أصبح الآن إيه؟ ها؟ متعلم. جبريل عليه السلام جاء إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، هو في الحقيقة متعلم أو معلم في الحديث؟ جاء متعلم، لكن سماه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ معلم. لماذا؟ لأنه ظهر عليه أثر طلب العلم في لباسه، وسط في جلوسه، جلس أمام النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الآن أنت تعرف عند في المحاضرات حجز آخر المسجد واحد كذا وقال إحنا طلاب علم، خطأ. ما هكذا، جبريل أفضل مني ومنك عليه السلام، وتقدم أنصت لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقاطع. الجن هم جن، فلما حضروه قالوا أنصت. هذا يعني عندما اكتب السؤال يقول أحسن الله إليكم كذا، صحيح؟ على هذا الطريق أخواننا لابد يعني يظهر أثر طلب العلم. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يشرح مثل هذه المسائل، يعني في آداب الطالب وكذا، يعني آداب الطالب مع شيخه. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يقول: أنا هذا يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، يقول: أنا أقول هذا الكلام حتى تصنع هذا مع العلماء لا معي، فضلت أنا، مفهوم؟